وتوحيد الألوهية قد أنكر وكفر به، ولذا جاء القرآن بإلزام من وحد الله توحيد ربوبية ألزمه بأن يوحد في توحيد الألوهية. ولذا عبارة العلماء يقولون إن توحيد الربوبية مستلزم في توحيد الألوهية، يعني من أقر بأن الله هو الرب الخالق المدبر الرازق فيلزمه أن يعبد الله عز وجل. ولذا قال عز وجل: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. هم أقروا بما مضى فيما يتعلق بتوحيد الربوبية، هنا ألزموا فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. والآيات كثيرة جدا: يا أيها الناس اعبدوا، ما الذي بعدها؟ ربكم، من صفاته جل وعلا الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا، هذا هو إلزام آخر، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، كما أن توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية. فمن عبد الله عز وجل فما عبده إلا لأنه يقر ويعتقد ويوقن بأنه هو الرب الخالق المدبر.